السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولادي حبايبي طلاب ثانوية عامة 2024، أبطال، يا رب يا رب كده تكون سنة إن شاء الله كويسة عليكم وسعيدة عليكم، وكل واحد كده يحقق اللي هو عايزه في آخر السنة إن شاء الله. حبايبي عشان تبدأ صح، عشان تشتغل في أي مادة صح، عشان توصل للنتيجة اللي أنت عايزها لازم تبدأ من تحت. يعني يا مستر أبدأ من تحت؟ يعني تبدأ بالأساسيات، ما ينفعش تخش على حاجة وانت مش عارف أساسها ايه. ما بني على باطل فهو باطل. اوعى تبدأ على طول وانت مش عارف الأساس بتاعك كان ايه. لما نيجي نشتغل في الكيمياء في الباب الرابع عندنا هنلاقي حاجة اسمها الخلايا الجلفانية او الخلايا الكهروكيميائية، جلفانية تحليلية، كلها قايمة على حاجة اسمها أكسدة واختزال. طيب أكسدة واختزال انت فاهمها من تانية ثانوي؟ طيب فاكرها؟ لا، يبقى انت لازم تراجعها تاني، لازم تقف عليها كويس قوي، تشتغل عليها كويس قوي. اشمعنى؟ عشان سيادتك الباب الرابع عندك كله قايم عليها. في درس عندك اسمه اعداد التأكسد، باب اول تاني تالت رابع، كل الابواب اللي عندك قايمه على اعداد التأكسد، لان الباب ده الدرس بتاع اعداد التأكسد ده عصب الكيمياء. عندك عصب الكيمياء بصفة عامة، أساسيات الكيمياء بصفة عامة، أو زي ما احنا بنقول ألف به كيمياء، إزاي تكتب صيغة؟ يعني إيه ذرة؟ يعني إيه جزيء؟ يعني إيه مركب؟ يعني إيه شحنة؟ يعني إيه الكلام ده كله؟ لازم تبقى عارفه كويس قوي عشان تفهم كيمياء. لازم تبقى عارف يعني إيه معادلة؟ إزاي أوزنها؟ لازم تبقى عارف التفاعل الكيميائي اللي بيحصل قدامك ده عبارة عن إيه؟ فالله يرضى عليك، الله يرضى عليك، ركز كويس قوي في الكلام اللي انا هقوله النهارده. هننزل لك ان شاء الله يا حبيبي فيديوهين، جزء اول وجزء تاني. الفيديو الجزء الاول هيتكلم عن الاساسيات بتاعه الكيمياء بصفه عامه، خاصه بقى باولى، خاصه بتانية، خاصه بتالته. اي حد دارس كيمياء لازم يكون عارف الكلام ده، اللي هو يعني ايه ذره، يعني ايه جزيء، تركيب الذره، يعني ايه ايون، الفرق بين الذره والايون، الفرق بين ايون موجب وايون سالب، ازاي تعرف تكتب صيغه كيميائيه والمعادله والجزيء والحاجات دي كلها. الجزء الثاني هيبقى خاص باعداد التاكسد، وده هيبقى خاص بثالثه بس، اللي هو اعداد تاكسد، اكسده، ها، اختزال، الحاجات اللي انت هتحتاجها في منهجك جدا. طبعا احنا مش هنجيب كل اللي انت خدته في اولى وثانيه، لا بالعكس، احنا هنجيب الحاجات اللي انت محتاجها في ثالثه اول عشان سيادتك تبقى واقف معانا كويس. زي ما انت شفت امتحان الكيمياء السنه دي 2023 كان امتحان تقيل، والحمد لله في ناس معانا جابت درجات كويسه جدا، الحمد لله 59.5 و59 و58 و57، بس الناس دي عشان توصل للمجموع ده او للدرجه دي وصلت بصعوبه. بصعوبه ازاي يا مستر؟ اولا تعبت جدا، بدات صح زي ما قلت لك، واشتغلت من تحت، يعني جابت الكيمياء من اولها. حتى لو انت كنت ضايع في اولى او في ثانيه، ابدأ بالكلام ده، لازم تبدأ بالكلام ده. اشمعنى؟ عشان تمشي صح في الكيمياء وتستريح على مدار السنة. يلا صلوا على الحبيب وابدأوا معايا كده وقولوا بسم الله. ألف به كيمياء عندنا تركيب الذرة. يعني ايه ذرة؟ هو الذرة دي عبارة عن ايه؟ طب ما تيجي نبص كده عندنا، كلنا عارفين طبعا ان اي مادة في الدنيا عبارة عن جزيئات، صح؟ جميل. والجزيء عبارة عن ذرات. طب ما تيجي نرجع كده، معلش لسبورتنا الحلوة، ونركز كده ثواني بس في ايه؟ في الحتة دي كده. كلنا عارفين الاول، يلا سموا الله كده معايا، بسم الله. اول حاجة كلنا عارفين ان المادة بصفة عامة اهي بتتكون من حاجة اسمها جزيئات. جميل. طب الجزيء نفسه بيتكون من ايه؟ من حاجة اسمها ذرات. جميل قوي. يبقى عندنا اي مادة عبارة عن، ها، جزيء اهي، المادة جزيء، والجزيء، ها، بيكون من ذرات. ماشي. يعني شوية المية اللي معاك مثلا في الازازة عبارة عن جزيئات مية كتيرة ماسكة في بعضها بروابط هيدروجينية. طيب كل جزيء من جزيئات المية بيتكون من ايه؟ من ذرات. طب ما تيجي نبص كده، لو انت بصيت مثلا على جزيء المية عبارة عن ذرة اكسجين كده وذرة، ها، هيدروجين كده وذرة هيدروجين، صح؟ جميل قوي. طيب يا مستر، هل
الجزيئات بتاعتنا كلها زي بعضها؟ لا طبعا، بتختلف. بتختلف ليه؟ باختلاف عدد الذرات ونوعها ونوع الروابط اللي فيها. في روابط ايونيه وفي روابط تساهميه، هناخدها كمان شويه. بس ستك ركز معايا الاول، يعني ايه ذره؟ سواء هيدروجين او اكسجين او كده، اي ذره في الدنيا يا حبايبي. الذره دي اصغر حاجه في الماده زي ما احنا شايفين. جميل. لا يا مستر، في اصغر من الماده، في اصغر من الذره، في حاجات جواها. انا بتكلم على اصغر حاجه في التقسيمه بتاعتنا دي. تمام. طيب هل ينفع نلاقي ذره لوحدها؟ لا، الذره لازم تبقى مرتبطه مع حاجه تانية، الا ان كانت جزيئات عناصر احاديه الذره. يعني ايه بقى يا حبايبي ذره؟ الذره دي بتتكون من ايه؟ تعالى نشوف كده. يلا بسم الله. اول حاجه، لما تيجي تبص على اي ذره في الدنيا هتلاقيها عباره عن ايه؟ نواه بالمنظر ده كده. طب النواه دي ايه؟ حاجه صغيره جدا في مركز الذره معايا، بس بتمثل معظم كتله الذره. جميل قوي. بيدور حواليها عدد من الالكترونات السالبه. ماشي، جميل قوي. تعال نركز كده ونشوف. يلا، دي نواه. ماشي، دي ايه يا جماعه؟ نواه. ودي الكترونات بتدور حواليها. جميل. الالكترونات ايه؟ سالبه الشحنه. طب النواه شحنتها ايه يا مستر؟ طب مش تقول لي جواها ايه عشان اعرف هي شحنتها ايه؟ تعال نشوف كده. لما اقول لسيادتك جواها شحنات موجبه اسمها بروتونات، وشحنات متعادله اسمها نيوترونات، يبقى النواه موجبه. اشمعنى؟ عشان بص، الموجب فيها اكتر من السالب. يبقى لما اقول لسيادتك الذره عباره عن ايه، اوعى تنسى الكلام ده. نواه بيدور حواليها ايه؟ الكترونات. النواه موجبه عشان فيها بروتونات موجبه ونيوترونات متعادله، الالكترونات سالبه الشحنه. طب انا عندي ثلاث نقط في الحته دي كده، اي ذره في الدنيا بالمنظر ده؟ طيب ماشي، اي ذره فيها نواه وبيدور حواليها الكترونات، جميل جدا. النواه موجبه دايما، جميل. طيب اي ذره متعادله كهربيا؟ متعادله. ومن هنا هنخش في كلمه ذره وايون. يعني ايه متعادله؟ يعني مجموع الشحنات الموجبه قد مجموع الشحنات السالبه، بمعنى عدد البروتونات اللي جوه قد عدد الالكترونات اللي بره. عشان كده بنقول ان الذره ايه؟ متعادله كهربيا. طيب تعالوا ناخد مثال كده. يلا، لما اقول لسيادتك ذره زي الليثيوم 7 3، هتطلع من الحته دي بايه؟ اولا هتطلع من هنا ان انت عندك جوه النواه فيه 3 بروتون موجب الشحنه، وبره النواه فيه 4 نيوترون متعادل الشحنه. طب عدد الالكترونات السالبه كام؟ 3، ما هو بيساوي عدد البروتونات. يبقى الموجب قد الايه؟ قد السالب. يبقى اي ذره في الدنيا في الحاله العاديه متعادله كهربيا. طيب يا مستر، هي ممكن تبقى مش متعادله لو دخلت في تفاعل، في الحاله دي مش هتبقى متعادله. زي ايه؟ تعال اقول لسيادتك. اولا لما اقول لسيادتك مثلا انا عندي ذره زي الصوديوم Na11، جميل، ذره زي الكلور Cl17. ماشي، هي دي ذره؟ دي ذره. جميل. الذره دي يا حبايبي كده اهي اسمها ذره صوديوم، ودي اسمها ذره كلور. حلو. الذره دي لما تيجي توزع الالكترونات اللي فيها تلاقيها 2 8، ها، 1، دي 2 8 7. طيب ماشي، هي دي اخرها كام؟ اخرها 1. دي اخرها كام؟ المستوى الاخير او الخارجي في 7 الكترونات. يبقى دي كده ذره عنصر لا فلزي، ودي ذره عنصر فلزي. حلو جدا. ماشي. طيب بصفه عامه الفلزات بتعمل ايه؟ الفلزات بتفقد عشان تبقى زي الغاز الخامل. طب اللا فلزات بتكتسب او بتشارك عشان تبقى زي الغاز الخامل. طب ما تيجي نبص كده ونشوف ايه اللي حصل هنا. اولا لما سيادتك تيجي تبص على ده هتلاقيه فلز عشان اخره اقل من 4، ففي الحاله دي هيخش في تفاعل كيميائي فهيفقد، يتحول لان ايه؟ ورمى الكترون. لان ايه؟ بعد ما كان فيه عدد البروتونات الموجبه 11 والالكترونات 11، اصبح البروتونات الموجبه اللي جوه النواه 11، والالكترونات اللي بره بقت 2 8 بس، يعني 10.
يبقى الشحنه الموجبه زادت عن الشحنه السالبه في الحاله دي كده يا حبايبي بنقول عليه بقى ايه؟ ايون موجب. بقى ايون ايه؟ موجب. جميل قوي. حلو. يبقى الفلز بيعمل ايه يا حبايبي؟ يلا بيفقد ويدي ايون ايه؟ موجب. يبقى كلمه ايون موجب معناها ايه؟ فلز فقد الكترون او اكثر. جميل. طب تعالوا نعكس بقى ونشوف كده اللا فلز ايه اللي بيحصل فيه؟ اللا فلز عايز يبقى زي الغاز الخامل، فهيعمل ايه؟ هيكتسب. ما هو عايز يبقى يكمل السبعه دول يبقوا ثمانيه، هيكتسب عليهم الكترون من اي ذره ولتكن ذره الصوديوم، يتحول لايه؟ يلا لسي ال كده اهي سالب واحد، وال17 زي ما هي. بس يا مستر ده كان هنا 2، لو ركزت معايا كان هنا 2 8 7 بقى 2 8 ها 8. طب مش كده الموجب بقى اقل من السالب؟ اه يبقى نسميه في الحاله دي كده ايون سالب. ركز الله يرضى عليك، ركز كويس قوي. يبقى هنا الفلز بيفقد ويدي ايون موجب، اللا فلز بيكتسب ويدي ايون سالب. حلو جدا ماشي. طيب هناخد المره اللي جايه ان شاء الله ان ده كده بنقول عليه عمليه اكسده، الفقد معناه اكسده والاكتساب معناه اختزال، بس مش النهارده ماشي. المهم تعرف النهارده الفرق بين الايون والذره. الذره متعادله كهربيا في الحاله العاديه، عشان ايه؟ عدد الالكترونات السالبه اللي بره بيساوي عدد البروتونات او الشحنات الموجبه اللي جوه. طيب لما بتفقد بتتحول لايون، الايون الموجب شحنته موجبه عشان الموجب اللي فيه اكتر من السالب. طيب ذره اللافلز متعادله اه، طيب لما بتكتسب بتحول لايون ايه؟ ايون سالب. والايون السالب هنا الشحنه السالبه فيه اكتر من الموجبه، لان عدد الالكترونات السالبه اكتر من عدد البروتونات الموجبه. جميل جدا. يبقى انا كده عندي فرق بين ايون وذره وايون موجب وايون سالب. طيب وانت عرفت الكلام ده منين يا مستر؟ اقول لسيادتك لو انا اديتك اي ذره ثانيه مثلا هتقول لي كده الحته دي، اي ذره عنصر في الدنيا بنربط لها برمز ده، اكس فوق عدد اسمه العدد الكتلي وتحت عدد اسمه العدد ها الذري. هو ايه العدد الكتلي وايه العدد الذري يا عم عبد الله؟ اقول لي معاليك. الذري بيساوي عدد البروتونات اللي جوه النواه بيساوي عدد الالكترونات السالبه اللي بتدور حوالين النواه. طيب العدد الكتلي بيساوي مجموع البروتونات زائد مجموع النيترونات اللي جوه النواه، يعني بالبلدي كده كل اللي جوه النواه، عشان كده بنسميه الكتلي، لان احنا قلنا من شويه ان كتله الذره بتتركز في النواه. جميل قوي. يعني يا عم الحاج لو انت عندك ذره مثلا زي ولتكن مثلا ذره الصوديوم ان ايه 11 23، وقلت لك انا عايز عدد البروتونات اللي فيها كام وعدد النيترونات اللي فيها كام، هتقول لي يا مستر البروتونات اللي تحت اللي هي ال 11، طيب النيترونات ما انت قلت لي اللي فوق بروتونات زائد نيترونات واللي تحت بروتونات بس، يبقى ده ناقص ده يديك النيترونات، يعني كام؟ ده ناقص ده 12. طب الالكترونات بتساوي البروتونات يعني هتبقى 11 برضو. يبقى معنى كده ان العدد الكتلي اللي احنا خدناه قبل كده رمزه ايه ها والذري رمزه زد بيساوي عدد البروتونات زائد النيترونات، يعني كل اللي جوه النواه. العدد الذري بيساوي عدد البروتونات او بيساوي عدد الالكترونات في الذره المتعادله. جميل قوي. يبقى لما يديني في الباب الرابع بقى ويقول لي ايه ذره الحديد اف اي مثلا اهي اف اي ها 56 26، تقدر تطلع لي منها الكلام ده؟ اه اقدر اطلع منها. هقول لك العدد الذري كام؟ 56 26، العدد الكتلي 56 اللي احنا هناخده في الباب الرابع بعد كده في قوانين فاراداي ما هنحتاجه، اللي هو بيقول لي ايه الوزن الذري عشان نجيب منه الايه الكتله المكافئه وكلام من ده. يبقى احنا لحد هنا كده عرفنا يعني ايه ذره، يعني ايه ذره، ويعني ايه لو رجعت معايا الماده بتتكون من جزيئات والجزيء بيتكون من ذرات، والذره عباره عن نواه بيدور حواليها الكترونات، الذره متعادله كهربيا عشان عدد البروتونات الموجبه بيساوي عدد الالكترونات السالبه، كتلة الذرة كلها بتتركز في النواة عشان النواة هي الأثقل بالنسبة للذرة، لأن كتلة الإلكترونات صغيرة جدا تكاد تكون مهملة. كتلة البروتون مثلا قد كتلة الإلكترون 1800 مرة، فده ما ينفعش نحسب ده أصلا بنهمله. النقطة الثانية
الجزيئات بصفة عامة بتختلف باختلاف عدد ونوع الذرات وطريقة ارتباطها مع بعضها، وهناخد كمان شوية الفرق بين الرابطة الأيونية والرابطة التساهمية. طيب رمز أي عنصر في الدنيا بيبقى إيه؟ بيبقى بالمنظر ده كده، إكس فوق عدد كتلي تحت عدد ذري، الذري اللي هو بيعبر عن عدد البروتونات جوه النواة اللي هو بيساوي عدد الالكترونات اللي بره النواة، عشان كده قلنا الذرة متعادلة كهربيا، الكتلي بيساوي البروتونات زائد النيوترونات. لما أديك رمز أي ذرة بالمنظر ده كده تقدر تطلع منها البروتونات والالكترونات والنيوترونات. لما نيجي نتكلم عن ايون وذره بقول لسيادتك ان الذره ها بتبقى متعادله، يعني الموجب اللي فيها قد السالب، جميل قوي. طيب بتفقد ذره الفلز لما يبقى اخرها واحد او اتنين او ثلاثة بنقول عليها فلز، بتفقد وتدي ايون موجب. طيب اللا فلز بتكتسب وتدي ايون ايه؟ ايون سالب. طيب ماشي، كلام جميل. طب العناصر الخامله لا بتفقد ولا بتكتسب ولا بتخش اصلا في تفاعل كيميائي في الظروف العاديه، عشان هي اصلا مستواها الخارجي ايه؟ مكتمل. طيب تعالوا نبص هنا كده، الملزمه دي ان شاء الله هتنزل لكم مع الفيديو، تمام. اول حاجه عندنا دي الاساسيات بتاعتنا، تقدر تطبع الملزمه او هتبقى كده موجوده كده كده في كتاب الباب الاول ان شاء الله، اللي سيادتك هتستلمه مع اول محاضره او عن طريق شحن، سواء كنت اونلاين او هتاخدها من السنتر، هتاخد الكتاب من السنتر لو كنت سنتر ان شاء الله. ذرة العنصر اكس يرمز لها برمز اهو، اكس الكتلي ها الذري، الكتلي بيساوي البروتونات زائد النيوترونات، الذري بيساوي الايه؟ البروتونات او الالكترونات. قلنا العدد الكتلي بيساوي كذا، الذري كذا اهو، ادي ذرة الفلز بتفقد زي ما احنا قلنا، ادي اللا فلز بتكتسب اهو. طيب ازاي نكتب صيغه؟ هنخش عليها كمان شويه، بس انا عايزك بس تركز معايا في الحته اللي جايه دي، اللي هي الفرق بين الجزيء ها الجزيئات و انواعها ايه. اولا الجزيئات عندنا تتكون من او عباره عن نوعين، يا اما جزيء عنصر يا اما جزيء مركب. جميل قوي. يعني ايه يا مستر جزيء عنصر؟ مش احنا قلنا الجزيء عباره عن ذرات مرتبطه مع بعضها؟ اه. طب لو الذرات اللي بترتبط مع بعضها من نفس النوع، يعني اتش مع نفسها، كلور مع نفسها، سي ال سي ال، او 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 2 مثلا، يبقى دي اسمها جزيئات عناصر. طيب لو الجزيء عباره عن ذرات مختلفه يبقى اسمه جزيء ايه؟ مركب. لو جينا نبص هنا كده هنلاقي جزيء العنصر ده، جزيئات العنصر تتكون من نفس النوع من الذرات، وقد تكون احاديه الذره زي معظم الفلزات او كل الفلزات ما عدا طبعا الايه؟ البروم في الحال البزموث في الحاله البخاريه. بص معظم الفلزات زي المغنيسيوم زي الالومنيوم زي الحديد اهو، لما بتيجي تكتب في معادله ام جي بتكتبها ام جي 2 ولا ام جي بس؟ ام جي بس. اي ال اف اي وهكذا. طيب الغازات الخاملة بتتكون برضو من ذرة واحدة لان هي اصلا ما بتدخلش في تفاعل. ثنائية الذرة ممكن تكون زي الغازات النشطة اللي احنا عارفينها، اللي هي نيتروجين اكسجين كلور ها هيدروجين والفلور كمان، اللي هم الخمسة اللي انتوا عارفينهم، اللي هم ها اكسجين هيدروجين نيتروجين فلور كلور، وفي طبعا ابخرة البروم وابخرة اليود وهكذا. طب ثلاثية الذرة زي الاوزون احنا مش محتاجين، يعني الكلام ده هنعرفه كده مع الوقت. انا عندي ده، يعني ايه يا مستر؟ ها جزيئات مركبات بتتكون من ذرتين او اكثر، يعني مثلا ان اي سي ال هل الذرات دي زي بعضها؟ لا. الميه اتش 2 او، النشادر هيدروكسيد صوديوم هل دي زي بعضها؟ لا. طب احنا محتاجين دلوقتي يا مستر الكلام ده في ايه؟ عشان لما اجي بعد كده واقول لك مثلا جزيء غاز الاكسجين او يتفاعل في الباب الاول عندنا، لما اقول لك يحترق الحديد او عند تسخين الحديد لدرجه الاحمرار في الهواء، هتقول لي الحديد اف اي، ماشي يا مستر. طيب في الاكسجين، الاكسجين رمزه ايه؟ واحد هيقول لي او، هقول له او في عينك. مش معنى عشان انت اي حاله ان الاكسجين او 2 يبقى غاز الاكسجين او 2 اهو منسخن، يديني حاجه تانية. طيب عند تسخين الحديد لدرجه الاحمرار مع وامرار غاز الكلور عليه، غاز الكلور صيغته ايه؟ صيغته سي ال 2 اهو، الهيدروجين اتش 2 وهكذا، تمام؟ عشان ما نعكش في المعادلات ونلاقي نفسنا عمالين نحفظ وننسى نحفظ وننسى. افهم الاساسيات هتلاقي الدنيا حلوه جدا معاك. طب مستر المركبات دي انا اعرفها ازاي؟ احنا عندنا عدد المركبات كتير جدا، هحفظهم؟ لا. ليه؟ عشان هعلمك دلوقتي ازاي تكتب صيغه كيميائيه لاي عنصر في لاي مركب في الدنيا. طيب تعالوا نشوف كده يلا، عشان نعرف نحفظ، عشان نعرف قصدي نكتب صيغه اي مركب في الدنيا لازم تمشي معايا واحدة واحدة. طيب ازاي يا مستر؟ اقول لسيادتك
لما اقول لسيادتك مثلا انا عندي هنا اهو كلوريد صوديوم، عندي مثلا اكسيد ها صوديوم، جميل. هو عشان تكتب صيغه اي مركب من دول هتعمل ايه؟ هتقول لي اولا الصوديوم رمزه ايه يا مستر؟ رمزه ان ايه؟ ده لو هو لوحده، لكن هو في مركب يبقى موجب واحد، ماشي. الكلوريد سي ال سالب واحد، جميل. عرفت منين؟ احنا قلنا الكلور لا فلز بيكتسب الكترون وهكذا. طيب الشحنه هنا قد هنا ولا لا؟ اه يبقى زي ما هي ان اي سي ال، دي الصيغه بتاعته. طب اكسيد صوديوم ان ايه؟ الصوديوم شحنته موجب واحد. الاكسيد او سالب اتنين، هل الشحنه دي قد الشحنه دي؟ لا الشحنه دي يا مستر مش قد الشحنه دي، يعني هنا موجب واحد وهنا موجب سالب كام؟ اتنين، صح. احنا عايزين المركب يبقى متعادل، فلازم في الحاله دي كده نجيب الشحنه دي هنا، او الرقم ده قصدي هنا والرقم ده هنا، ماشي. طب لما يجي الرقم ده هنا والرقم ده هنا ايه اللي هيحصل؟ هتبص تلاقي سيادتك الصوديوم بقى ان ايه تحت اتنين، والاكسيد بقى تحت واحد، بقى ان ايه 2 او، ده اكسيد صوديوم عادي النورمال اكسيد، عشان هناخد بعد كده او احنا خدنا السنه اللي فاتت حاجه اسمها فوق الاكسيد اللي هو فوق اكسيد صوديوم ان ايه 2 او 2 وهكذا. طب يا مستر انا كده كتبت صيغه اكسيد صوديوم، ماشي. طب احنا ليه بدلنا اصلا؟ انت كنت بتاخد من زمان قوي ان انت ال ان ايه اهي والاو اهو، تكتب هنا اتنين وهنا واحد، يقول لك شقلب ها واقلب هنا الاتنين وهنا الواحد، وتقوم عامل كده ان ايه ها تو. وعمرك ما فكرت في مره احنا ليه اصلا بنشقلب؟ اهي عشان تخلي الموجب قد السالب، لان اي مركب لازم يبقى ايه متعادل، الجزيئات بصفه عامه بتبقى متعادله. عشان نخليها متعادله لازم نخلي الشحنه الموجبه مجموع الشحنات الموجبه قد الشحنات الايه السالبه. طيب جميل. لو انا عايز اكتب صيغه مثلا مركب زي ده اللي هو اكسيد ها كالسيوم، اكسيد الومنيوم، كلوريد حديد اتنين، خلي بالك من دي، كلوريد حديد ثلاثة. طب تعالوا نركز كده، لو صليت على النبي معايا هتلاقي الدنيا حلوه قوي معاك. اولا لما تقول لي اكسيد كالسيوم، الكالسيوم رمزه سي اي بس موجب اتنين، الاكسيد او سالب اتنين، هل يا جماعه الشحنه الموجبه قد السالبه؟ اه، يبقى انت مش محتاج تبدل، فهتسيبها زي ما هي، تبقى صيغه اكسيد الكالسيوم سي اي او بس كده مش اكتر. جميل قوي. طب لما يقول لي بقى حبايبي اكسيد الالومنيوم، اكسيد الالومنيوم هنا الالومنيوم رمزه اي ال، حلو قوي، اوعى تنسى موجب ثلاثة دي، ماشي. الاكسيد او سالب اتنين، جميل قوي. طيب هل الشحنة الموجبة قد السالبة؟ لا، يبقى هتضطر تجيب الاتنين دي هنا والتلاتة هنا، اصبح AL2 ها او 3. طب ليه يا مستر بنبدل برضو؟ ما احنا قلنا عشان نخلي الموجب قد الايه؟ السالب. هو فين اللي الموجب قد السالب؟ ما هنا تلاتة واتنين، لا، سالب اتنين في تلاتة بسالب ستة، موجب تلاتة في اتنين بموجب كام؟ ستة، يبقى كده خلصت الحكاية، ماشي. طيب كلوريد حديد اتنين وكلوريد حديد ايه؟ ايه العلامه دي؟ العلامه دي باللاتيني معناها اتنين، ودي معناها تلاته باللاتيني، اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليه قبل كده حديدوز وحديديك، ماشي. الحديد اف اي اتنين، هو قال لك الكلوريد سي ال سالب واحد، هل دول قد بعض؟ لا، يبقى نخلي دي هنا، ماشي. هنا اف اي موجب تلاته ها سي ال سالب واحد، هل دي قد دي؟ لا، يبقى هنا 3 اف اي سي ال 3. اعتقد كتابه الصيغه سهله جدا يا مستر، بس في مشكله. ايه هي؟ انا مش حافظ الرموز بتكافؤاتها، اعمل ايه؟ هقول لسيادتك انا عامل حسابي ومديك في الملزمه كل حاجه انت هتحتاجها في المنهج بتاعك السنه دي عشان تقدر تقف على رجليك صح. رقم واحد عندنا مديك اسماء العناصر بتكافؤاتها. طب تعالى نبص كده، يلا بص كده حبيبي معايا، يلا ده جدول في ايه اهم العناصر رموزها بتكافؤاتها اللي انت هتحتاجها في منهجك او اللي ليها تكافؤ واحد، زي
مثلا الأحادية زي الهيدروجين رمزها الليثيوم، ها، صوديوم، بوتاسيوم، فضة، وهكذا، تقدر تنقلهم عندك أو كده كده هتلاقيها في الكتاب أو هتطبع الملزمة عادي مفيش مشكلة. الهالوجينات فلوريد كلوريد بروميد يوديد، العناصر دي أنت هتحفظها بتكافؤاتها زي ما هي كده، تمام، هتلاقي الدنيا حلوة جدا معاك. طيب هنا المغنيسيوم الكالسيوم وهكذا، وهنقابل مع الوقت حاجات تانية. الكبريتيد الأكسيد الرصاص، عندك الألمونيوم، عندك الحديد، هنا في حديد 3 وهنا في حديد 2، هنا في زئبق 2 وهنا في زئبق 1، تمام، هناخد بعد كده في المنهج في الباب الثاني في زئبق احادي اللي هو زئبقوز، ماشي، نحاس في 2 وفي نحاس برضه هنقابله نحاس 1، تمام. طيب رصاص 2 في رصاص برضه 4 هناخد بعد كده، لكن الحاجات دي الاكثر شيوعا او الشائعه. لو انت حفظت الجدول ده كده هتقدر تكتب صيغه حاجات كتير جدا، مركبات كتير جدا عندك. طيب عشان تحفظه بسهوله هتعمل ايه؟ ان ما كنتش حافظه اصلا هتاخد كل مثلا واحد موجب وليكن الصوديوم مع كل السالب اللي في الايه في المركب، ان ايه مثلا، ها، موجب مع الاف سالب بقى ان ايه اف فلوريد صوديوم، ان ايه سي ال، ان ايه بي ار، ان ايه اي، ان ايه اس مثلا كده اهي، هتلاقي دي موجب دي سالب 2 تبقى ان ايه 2 اس، ان ايه 3 بي مثلا وهكذا. طب مستر في حاجه كده كنا بنقابلها قبل كده اسمها المجموعات الذريه، كانت بتبقى عامله لنا مشكله شويه، اللي هي ايه؟ مجموعه ذرات مرتبطه مع بعضها بتخش في التفاعل كانها حاجه واحده، كانها ايون، كانها ذره واحده. يعني مثلا هيدروكسيد او اتش سالب 1، الهيدروكسيد دي مثلا بتخش في التفاعل كانها كلوريد مثلا، تكافؤها سالب 1 احاديه. النيترات ان او 3 سالب 1، النيتريت ان او 2 سالب 1، البيكربونات، البرمنجانات، الامونيوم، السيانات، وفي سيانيد وهكذا. طب مستر الحاجات دي هنحفظها؟ ان شاء الله تحفظها، واوعى ما تحفظهاش، اوعى حد يضحك عليك ويقول لك نظام جديد ما فيهوش حفظ. حبيبي انت لازم تحفظ الحاجات دي عشان تقدر تكتب معادله صح، عشان تقدر توزن معادله، عشان تقدر تفهم كلام التفاعل الكيميائي يعني ايه، عشان تقدر تعبر عن الكلام اللي انت فاهمه بمعادله، عشان من الاخر ما تحفظش معادله. طيب هنا كربونات، بيك كبريتات، كبريتيت، وفرق بين دي وبين دي، سايو كبريتات ودي كمان، الثلاثه هناخدهم في الباب الثاني، ثاني كرومات، وفي كرومات سي ار او 4 اهي، كرومات اسمها كرومات، جميل. سيادتك لو عرفت بقى الحاجات اللي احنا قلناها دي اللي هي الجدول اللي معاك سواء نقلته او معاك في الكتاب اللي انت هتاخده ان شاء الله او في الملزمه اللي انت هتطبعها، هتلاقي الدنيا كويسه جدا معاك، ويفضل تكتبهم وانت بتذاكر كده معايا واحده واحده، هتلاقي نفسك بتعرف تكتب صيغه اي مركب عندك في المنهج. طب تعالى نشوف كده، يلا نطبق. لما اقول لسيادتك مثلا كربونات، ها، صوديوم، ده مركب مشهور جدا عندك، مركب مثلا زي كربونات، ها، كالسيوم، مركب زي مثلا كبريتات، ها، الومنيوم. طيب تعالوا نشوف كده، لما اقول لسيادتك اكتب لي الصيغه، يلا الصوديوم رمزه ان ايه وده موجب 1، الكربونات سي او 3 ها سالب 2. طيب يا مستر احنا كنا بنكتب هنا 1 وهنا 2 ونشقلب، مش محتاج تشقلب ولا تقلب ولا تعمل اي حاجه، المهم هنا موجب 1 هنا سالب 2 يبقى هتجيب الاثنين هنا وبس وشكرا. طب هنا كالسيوم سي ايه موجب 2، الكربونات سي او 3 ها سالب 2، الشحنات قد بعضها ما تحطش حاجه تحت ولا تبدل، هما كده زي الفل. الالومنيوم يلا حبيبي ايه اللي موجب 3، الكبريتات اس او 4 ها سالب 2، ده 2 ده 3 مش قد بعض، يبقى هتجيب الاثنين هنا الثلاثه كده. ليه يا مستر؟ عشان اي مجموعه ذريه هتحط تحتها رقم، لازم الرقم، لازم المجموعه تبقى بين قوسين، لان الثلاثه دي عايده على الاربعه وعايده على الواحد بتاع الاس، يعني عايده على الاس والاو. معنى ده ايه؟ ان الصيغه دي كده الجزيء من ده فيه ذرتين من الالومنيوم، وعندك ثلاث ذرات من الكبريت، واربع ذرات في ثلاثه، يعني ثلاثه في اربعه ب 12 اكسجين. طيب هنا لما اقول لسيادتك صيغه زي مثلا فوسفات باريوم، هتقول لي ايه؟ هتقول لي كده نصا الباريوم بي ايه ها موجب 2، الفوسفات بي او 4 سالب 3. طب يا مستر الشحنات مش قد بعضها، ما انا عارف، يبقى انت هتجيب الثلاثه دي هنا بي 3 ها
وهنا باي 2 كده. جميل قوي. طيب لما نيجي نتكلم عن لما اقول لسيادتك مثلا حمض كبريتيك، حمض ها نيتريك، هتقول لي ايه؟ مثلا احنا كنا بنحفظ الاحماض قبل كده زي ما هي. لا ما تحفظهاش زي ما هي، هتعمل لي ايه؟ هقول لسيادتك كده الحمض ارزع اتش شمال ما عدا الاحماض العضويه، حمض ارزع اتش شمال ما عدا الاحماض الايه العضويه. كبريتيك اصلها كبريتات اس او 4 سالب 2. طيب نيتريك اصلها نيترات ان او 3 سالب 1. جميل قوي. طيب ده كده وده كده، هل الشحنات قد بعضها؟ لا، يبقى لازم تجيب الاثنين دي هنا بقت قد بعضها، هنا قد بعض خلاص. تمام. طب مستر احنا كنا بناخد زمان حاجه اسمها كبريتوز وكبريتيك، ايه الفرق؟ اقول لسيادتك حمض كبريتوز وحمض ها نايت روز، ايه الفرق بينهم؟ لما اقول حمض اتش شمال ماشي اهي، كبريتوز اصلها كبريتيت. هو يا مستر في فرق بين كبريتوز وكبريتيك؟ اه، كبريتيك اصلها كبريتات، كبريتوز اصلها كبريتيت، دي اس او 4 دي اس او 3 والاثنين سالب 2، يبقى هنا هنحط الاثنين وخلصت. طب نيتروز حمض اتش على الشمال والنيتروز اصلها نيتريت اللي هي ان او 2 احاديه برضو زيها زي النيترات، يبقى انا عندي نيترات نيتريت، وهناخد في الباب الثاني ازاي نفرق ما بين النيتريت والنيترات. ومحدش يقول لي يا مستر يعني رقم فرق في بوظ الدنيا كلها، وهناخد في الباب الثاني ان دي بتدي نتائج غير دي تماما. طيب لما اقول لسيادتك حمض مثلا زي حمض الفوسفوريك هتقول لي ايه؟ حمض يبقى اتش شمال ها فوسفوريك اصلها فوسفات بي او 4 ودي سالب 3، في الحاله دي هتحط الثلاثه هنا بقى اتش 3 بي او 4. طيب الكلام ده سهل، سهل جدا لو سيادتك حافظ الجدولين بتوعنا او الحاجات اللي احنا قلنا عليها من شويه في الملزمه، دي مهمه جدا عشان تبدا صح. الله يرضى عليك، دي انا بسميها الف ب كيمياء. اي حد هيدرس كيمياء مش تالتة بس، اولى تانية تالتة، لازم تكون فاهم الكلام ده وعارفه كويس جدا. طب ليه؟ عشان تعرف تكتب معادلة، عشان ما تضطرش تحفظ معادلة. لو جالك مثلا النظام الجديد كله معتمد على كده معادلة تفاعل شبيهة للي عندك بس مش نفس الرموز مش نفس المركبات مش نفس الحاجات اللي عندك، تقدر تكتبها بطريقة سهلة جدا. طب تعالى نطبق كده ونشوف. لما اقول لسيادتك مثلا انا عندي تفاعل في الباب الاول احتراق الحديد ها في الاكسجين بيديني اكسيد الحديد المغناطيسي. طيب لما اقول لك تفاعل الحديد مع غاز الكلور عشان يدي كلوريد حديد 3، تعال نشوف. ادي الحديد، مش الحديد ده جزيء عنصر؟ اه. بيكون من كام ذره؟ ذره واحده، مع غاز الكلور Cl2. جميل قوي ماشي. احنا قلنا جزيء الغاز بيتكون من ذرتين اللي هو غاز الكلور فلور اكسجين نيتروجين هيدروجين. طيب لما بنسخن اهو، طب هو كلوريد الحديد 3 صيغته ايه؟ ادي الحديد 3 يبقى موجب 3، الكلوريد سالب 1، يبقى هنا هنقول FeCl3. انت كده كتبت المعادله من غير ما تاخدها لسه اصلا، انت بتقول لي حديد رمزه Fe، غاز كلور Cl2، كلوريد حديد 3 FeCl3 ماشي. وزن المعادله حبيبي ده عمليه اجتهاديه منك، ركز هتلاقي الموضوع بسيط. هنا كام Cl2 هنا كام Cl3، اوعى تغير في الارقام اللي تحت وانت بتوزن المعادله، خليك دايما فوق. طب 2 هاتها هنا، التلاتة دي هاتها هنا، اصبحت الصيغه 2 في 3 العدد قصدي ب 6، 2 في 3 ب 6. طب هنا كام Fe2؟ يبقى هنا 2 Fe وخلصت الحكايه. لو انت ما بتعرفش تكتب صيغه بالطريقه دي كده المعادلات وقعت منك. لو انت مش عارف ايه الفرق بين جزيء عنصر وجزيء مركب والجزيئات الاحاديه والثنائيه وكده الدنيا راحت منك. طيب تعالى ناخد مثال تاني كده يلا. لما اقول لسيادتك مثلا تفاعل اكسيد حديد 2 مع حمض كبريتيك مخفف، هتقول لي يا مستر اكسيد حديد 2 FeO جبتها منين يا عم دي؟ الحديد 2 FeO موجب 2 والO اكسيد O سالب 2، الاثنين قد الاثنين مش هنبدل. طيب هنا حمض كبريتيك مخفف صيغته H2SO4 لسه كاتبينها من شويه صح؟ اه. طيب ايه اللي هيحصل؟ هتعمل حاجه بسيطه جدا. حمض وده اكسيد، اكسيد الاكاسيد بتاعت الفلزات بنقول عليها غالبا اكاسيد قاعديه. طب حمض وقاعده هيدي ملح ومي، هتاخد ده كده وده كده. يعني ايه يا مستر؟ يعني بص يا حبيبي كده، ده هيروح معاك كده وده هيروح معاك كده. هتبص تلاقي العمليه بقت سهله جدا وظريفه، اللي هي ايه؟ الاف اي خد الاس او 4. طب مستر
انا هعرف منين؟ هقول لسيادتك. والميه طلعت اهي H2O. طب دي جت ازاي؟ اقول لسيادتك. بص كده معايا، الاف ايه ده موجب 2 والاو سالب 2، الاتش موجب 1 ده سالب 2، موجب 2 مع سالب 2 زي ما هي. H2 مع الاو بقت H2O. جميل جدا، دي معادله في منهجك ما فيهاش اي مشكله. طيب مستر لما يجي يقول لي مثلا معادله زي مثلا تفاعل اكسيد حديد 3 مع حمض كبريتيك، هي اف اي ها 2O3، ماشي. عشان الباب الاول في جزء اسمه معادلات الحديد، الناس اول ما بتوصل عنده بتتنح، مع انه سهل جدا لو فهمت الكلام ده. لما اقول لك اكسيد حديد 3 انت عارف صيغته، مش محتاج تحفظها اصلا. حديد 3 اف اي موجب 3 والاكسيد او سالب 2 يبقى اف اي 2O3. حمض كبريتيك مخفف اتش مركز H2SO4 مثلا اهو. جميل جدا. طيب مستر هو ده حديد 2 ولا 3؟ 3. طيب بص كده معايا، ركز في الحته اللي جايه دي كده اهو، ده موجب كام؟ 3. والاس او 4 لما ياخدها هيبقى سالب كام؟ 2. طب موجب 3 مع سالب 2 هل قد بعض؟ لا. طب هنا سالب 2 وده موجب 1 هياخدوا بعض. جميل، ركز يلا كده في اللي جاي. الاف اي خدت الاس او 4 بس يا مستر دي موجب 3 ودي سالب 2، الاثنين هتيجي هنا والثلاثه هنا كده، والميه اهي. المعادله كده بقت كبريتات حديد 3 وميه. هل انا حافظ المعادله؟ ابدا. انت حافظ المعادله؟ لا، انت كتبتها لوحدك اهو. طيب تعالى نوزن المعادله، هنا كام اف اي؟ 2. هنا 2 اف اي، ماشي. طب هنا كام اس او 4؟ 3. يبقى هنا 3 اتش 2 اس او 4. طب 3 اتش 2 يبقى 3 اتش 2 وخلصت الحكايه. الموضوع بسيط جدا يا جماعه والله، لو انت سيادتك ركزت في الاساسيات كويس، بدات صح، هتلاقي الدنيا كلها ماشيه معاك كويس جدا. طب مستر ايه الفرق بين الرابطه الايونيه والرابطه التساهميه؟ تعال اقول لسيادتك. لما اقول لك رابطه ايونيه ها ورابطه تساهميه، الروابط ها احنا خدنا في ثانيه ثانوي حاجه اسمها الروابط الكيميائيه والروابط الفيزيائيه، صح؟ جميل. الروابط الكيميائيه رابطة أيونية، رابطة تساهمية، رابطة تناسقية، مش هتحتاجها قوي السنة دي. أهم حاجة عندك ها الأيونية والإيه؟ والتساهمية اللي مبني عليهم الكيمياء بصفة عامة، ماشي. طيب لما أقول لي معاليك يعني إيه رابطة أيونية؟ يعني مثلا عندك ذرة صوديوم وذرة كلور، مالهم؟ تعال نبص كده. الصوديوم خدنا من شويه ان هو هيفقد الكترون اللي دي ايون موجب، صح؟ طيب هو عنده كم الكترون؟ عنده اصلا 2 8 ها 1، ده 2 8 7 جت منين؟ ما هو الكلور ده 17 وده 11، وزع هتلاقيها كده، ماشي. طب ده عنده كم الكترون بره وده عنده كم الكترون؟ ده عنده الكترون واحد في غلاف التكافؤ، ده عنده 7، ادي 1 2 3 4 5 6 ادي 7، ماشي. طب وبعدين ده عايز يبقى زي الغاز الخامل وده عايز يبقى زي الغاز الخامل، فده هيفقد وده هيكتسب، هيقوم ده قايل له خد الكترون. اشمعنى؟ عشان يكمل نفسه، عشان يبقى مستقر. طب لما يكتسب الالكترون ده هيعمل ايه؟ ده هيتحول لان ايه موجب وده سي ال سالب، يحصل ما بينهم تجاذب كهربي يديك كلوريد الصوديوم، ودي كده اسمها رابطه ايونيه بتتم بين الايون الموجب والايون السالب. الايون الموجب للفلز والايون السالب للا فلز. فلما اقول لسيادتك يعني ايه رابطه ايونيه؟ عباره عن ايونات، من الاخر مركب ايوني عباره عن ايونات، عشان لما ناخد في الباب الثالث ان تفاعلات المركبات الايونيه اسرع من التساهميه تبقى عارف يعني ايه ايونيه ويعني ايه تساهميه. المركبات الايونيه بتضيف في الميه اهيت بيبقى فيها بتتفك ايونات موجبه وايونات سالبه، تفاعلاتها سريعه عشان بتبقى فيها ايونات موجبه وايونات ايه سالبه، بيحصل تجاذب بسهوله، وهناخد ده بالتفصيل. اللي يفرق معايا ان انت تبقى عارف يعني ايه رابطه ايونيه، رابطه بتتم بين ايون ايه موجب وايون ايه سالب، يعني فلز ولا فلز، فلز بيفقد ولا فلز بيكتسب. الومنيوم مثلا اهو مع اوكسايد، ماشي. الالومنيوم 13 2 8 3 معاه في الاخر 3. طب الاكسجين 2 6 8، هو عنده زي 8 ف 2 6. طب ما هو ال 6 ده محتاج 2 ويبقى 8 وده معاه 3 زياده، هيقول له اديني كام؟ 2. اقول له طب ما انا معايا واحد كمان، يجيب له كمان واحد. فتبص تلاقي الصيغه AL2O3 جت منين دي؟ اقول لسيادتك
هنا ال ال محتاج كام؟ معاه كام؟ معاه 3. فهيدي 1 2 3 في 2 ب 6. طب هنا لما يبقى فيه 3 3 او هيعملوا ايه؟ معاهم 6 بره، يعني محتاجين 2. ففي الحالة دي كده 1 2 3 4 5 6. لما يديه ده كده 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 2 في 3 ب 6، لما ياخدوا ده يتحول ل ال ها 2 اس 3. اللي حصل الاثنين دول فقدوا 6، الثلاثه دول ها خدوا الستة، فاداني اي ال 2 اس 3، ومع ذلك فالمركب ده خواصه تساهميه، وخدنا ده في ثانيه ثانوي. احنا كده عرفنا يعني ايه ربطه ايونيه بتتم ازاي والكلام ده كله. طب يعني ايه ربطه تساهميه؟ ذره مثلا زي ذره الكلور وذره زي ذره الكلور، دي معاها كام ودي معاها كام؟ تعال نركز كده. الكلور اصلا مثلا عنده 17 الكترون، لما نوزعهم 2 8 7 يعني 1 2 3 4 5 6 7، ده 1 2 3 4 5 6 7. طب اديني الكترون. طب ما تديني انت، ده انا عايزه الكترون واحد. طب ما انا عايزه نفس الالكترون، هتقوم ايه؟ اي لا هنشارك مع بعض. فلما يشاركوا مع بعض يدوني ايه؟ سي ال سي ال، ادي شاركت بواحد ودي شاركت بواحد، اصبح دي عندها 1 2 3 4 5 6 ودول 8. هنا نفس الوضع اهو، بص كده ركز معايا، هتلاقي دي كده بقى حواليها 8 ودي بقى حواليها كام؟ 8. اصبحت الرابطه دي رابطه تساهميه بالمنظر ده كده. عشان كده لما بنيجي نقول جزيء الكلور بنعمل رابطه احاديه كده، لما بنقول جزيء كلوريد صوديوم بنعمل ان اي موجب وسي ال سالب. طب لو انا عندي مثلا جزيء زي اتش مع سي ال، هيبقى في بينهم رابطه احاديه. اشمعنى؟ الهيدروجين واحد عنده الكترون واحد، والغلاف الاول اصلا بيكتمل باثنين، الكلور 17 2 8 7، يبقى 1 2 3 4 5 6 7، فهيشاركوا تبقى دي 8 ودي 2، اصبح مركب تساهمي. يبقى الرابطه الايونيه بتتم عن طريق فقد واكتساب الكترونات، بتتم بين الايون الموجب والايون السالب، بيحصل فيها تجاذب كهربي. التساهميه بتتم عن طريق المشاركه، كل ذره بتشارك بالكترون او اكثر او ايه او اكثر. طيب هيفرق معانا الكلام ده؟ هيفرق معانا جدا، الله يرضى عليكم. اللي انا قلته النهارده الجزء الاول بتاعنا ده اساسيات لاي حد هيقول يا كيمياء، اللي احنا بنقول عليه بصفه عامه الف ب كيمياء، اولى ثانيه ثالثه، الكلام ده لازم تبقى عارفه. الجزء بقى اللي هيهمك وهتحتاجه قوي السنه اللي جايه، الجزء بتاع اعداد التاكسد، جهد التأين، السالبية، الحاجات اللي انت محتاجها السنة دي قوي واللي انت خدتها في تانية ثانوي، تمام؟ الحاجات دي مهمة يا جماعة، الله يرضى عليك، للسنة اللي جاية، للسنة دي قصدي، مهمة جدا، مهمة جدا، لازم تركز فيها قوي. فالجزء التاني اللي جاي ده لو انت ما كنتش ذاكرته قبل كده او ما عرفتش عنه حاجة لازم تذاكره كويس قوي. ركز في الجزء ده والجزء اللي جاي ان شاء الله هتلاقي الدنيا معاك كويسة، وهتلاقي نفسك ماشي في الكيمياء كويس جدا وهترتاح معانا فيها. حبايبي ابطال 2024، استنونا في الجزء الثاني من الاساسيات او من الكورس التمهيدي، وان شاء الله اشوفكم على خير، وشدوا حيلكم كده وابداوا صح. سلام عليكم.